إنها لحظات تركيب العتاد الإلكتروني المرتبط بمحطة إنتاج الأكسجين الطبي التي تبرع بها أصحاب المؤسسة الاقتصادية لتوفير كمية من الأكسجين لمرضى الكوفيد بمستشفى أقبو. الجميع منهمك وكل في موقعه من أجل العمل على تشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن وشحن قارورات الأكسجين لإنقاذ حياة مرضى الكوفيد بمستشفى المدينة. هنا في مستشفى أقبو كما تعرفون نقص الأكسجين وتزايد عدد الوفيات، داروا نداء لكي نجمعوا يعني هذا المبلغ، والحمد لله يعني بعد 4 ساعات فقط يعني وما اتصلناش كاع بالمتعاملين، بعض فقط المتعاملين لبوا النداء ولله الحمد. دون 24 اور نجمع ديني لاقين الجينيراتور دوكسيجين كاع انساخ شي طوح تاعكم تاع في لي زوبيتون يظن نكون مثلا الجينيراتور كاع ديسبرودوي اما 30 40 بوتاي بار 24 اور ماشي 100% اي لوبيتال قبو مي هذيك الشي طوح تاعكم خير نولاش. تشغيل المحطة لتوليد الأكسجين سيوفر ما لا يقل عن 40 قارورة أكسجين يوميا، وهو ما سيخفف العبء من ندرة هذه المادة الطبية بعد تزايد الطلب عليها بمستشفيات الولاية المكتظة بمرضى الكوفيد. الهبة التضامنية من قبل رجال أعمال المنطقة الصناعية لأقبو يعني ليست بغريبة عليهم، فمن منذ سنوات وكل مرة نطلب منهم أي حاجة إلا يقدموها بفرح وسرور. إذن 17 سكنين لي زونتربريز كي اون بارتيسيبي ا سيت انيشاتيف اي واشو بور لا بون سامبل ريزون الى كان ساعد بلي كان ساعد سكنيون يون تسويحت ندق. في قادم الايام سيتم تزويد 3 مستشفيات اخرى بمولدات الاكسجين الطبي في سياق نفس العملية والمبادرة الخيرية المتواصلة من جمعيات بلدية أقبو ومعهم المتعاملون الاقتصاديون لمنطقة تحرشت.